حنقرا لك شويه تغريدات بس نشوف ما هي طموحاتك في المستقبل غير اللعب في كاس العالم. عندك طموح غير اللعب في كاس العالم؟ طموح ان احصل على جائزه افضل لاعب على يعني او اوصل سعودي افضل لاعب عربي افضل لاعب سعودي عربي. بالعكس انا طموحي ما يوقف، انا لما احقق لما خلاص اجلس في البيت انام عليه هذا يوقف طموحي. برافو عليك والله. متى سينتهي عقدك مع نادي الشباب وهل ستمدد العقد؟ جاوب على الكلام. لو ارسل لك الاتحاد عرضا وفوضك الشباب للتجديد بمبلغ اكبر من الاتحاد اين ستذهب؟ كله اثنيناتهم مديونين الفريقين عليهم الشباب، لا هذا حيدفع له ولا هذا. يعني انا عم بعطيكم جوابات لانه عم تسالوا اسئله افتراضيه، لو لحرفوا امتناع الامتناع لا هذا حيعرض ولا هذاك اصلا الامور. فيك تجاوب عليه السؤال ولا لا؟ خلاص انت جاوبت. جاوبت. هل يتمنى العوده للاتحاد؟ يعني النادي هذا اللي انا احبه، يعني اتشرف ان ارجع، لكن دائما يعني موجود في نادي الشباب ومرتاح فيه. وين الجواب هلا؟ ما عرفنا الجواب. الجواب انه لو في فرصه، يعني لو مثلا الله ما كتب لي ان استمر مع نادي الشباب ولقيت مثلا نادي الاتحاد وفر لي الاشياء اللي انا ابغاها اتشرف يعني. طيب ابراهيم بيقول لك جدد للشباب يا بطل. ان شاء الله باذن الله. بس يعطوكم الفلوس. ها طيب، ما هي افضل تجربه في مسيرتك الكرويه وهل انت مقتنع بما يقدمه؟ جايين على هذا المنتخب السعودي جايين بعد شوي، خلينا نروح.